متخيل اسمع منك كلام زي ده. لانك بصراحه انت ما معزن، انا عرفته وحبيته. ده كله عشان ما جيت العيد ميلاد بتاعك ده تفكر فيني بالطريقه دي؟ عايزني افكر كيف يعني؟ انت لا جيت ولا اعتذرت ولا حتى اتصلت بالتلفون عشان تهنيني. اي زول في مكاني ممكن يفكر كده. انه مكانتك قلت عندي؟ صراحه ما في تفسير غير كده، والافضل تكون واضح معايا. شكل انت عارفه انه الكلام زي ده بيقطعني من جوا. انت عارفه مكانتك عندي بالدنيا. مكانتي دي بالفعل ما بنقول. هسه انت بتتذكر اخر مره قدمت لي فيها هديه ولا عزمت لي فيها على رحله ولا حتى على سينما؟ 200 ظروف. تاني ظروف. اقعدي اقعدي. انت عامله شو مع البحث؟ عندي مرجع واحد يا امي، كايسره في السوق ما الاقي. درس نجيب لك من برا. لا لا يا امي، بشوف بديل. عيني ما تشيلي اي هم، الغالي يرخص لك. الله يديك العافيه يا امي. الله يخليك يا رب. ربنا ينجيك يا رب. ممكن يجي اي تلفون من اي فرع من الشركات. صوري زمان كنت بدير حسابات في الشركه، الان بدير مجموعة شركات الوالد. عرفتي ليه أنا ما معيز بتاع زمان؟ خلاص؟ صافية لبن؟ أوكي أوكي معيز؟ صراحة في موضوع صغير كده كنت عايز أقوله لك لكن متردد شوية. خير؟ أنا تقدم لي عريس أبوه صاحب بابا، لكن أنا ما بديت نسأل بيت الموافقة. لك أنت وافقي؟ تسمح لي اقول لك انت ما شجن اللي انا بعرفها. شجن اللي انا بعرفها دي مفروض ترفض من غير ما اقول لها. انا ما انا كنت زعلانه منك لاني صراحه موقفك ما كان واضح معي. وهسي موقفي بقى واضح؟ طيب كده ورينا الابتسامه دي بدل التكشير اللي انت فيه دي. انت كده في السليم، طالما انه اي شيء يدك ما بيجيك عوج. بس يا اخي الواد مصطفى والله حاله ما عاجبني يا اخي. المسكين لما هو في الغربه كله خلى وراء وجراجع. والله جاب امارق تولاته بس. لكن انا يا اخي البركه في الرقى. وش مصطفى؟ الفات خلاك وانت كنت محتاج ليه؟ مش مصطفى
العرس بيطول رضاك رضا امه لا من كتلب الحسره ده زول بيسالوا منه كان طيش شباب الظهر ما بيطلع من اللحم ولما لقى ادانا ما قصر اداكم لانه عش ما في الكثير اسالني انا ياما الدين وعلمنا وكبرنا وقطعنا من جسمنا وديناه وفي النهايه طلعنا ساكن تحكي لي انا ما متابع وشايف وشاهد على كل حاجه لكن ما عرفوا ليلى غلطه عمري سجلتها لهم وانا حي وفي النهايه فكون عكس الهوى الراجل تبع مرته المره تبعت راجلها وفي النهايه الضحيه انا ذا تحمد الله ما عندك عوجة العوجة دي كيف؟ العوجة دي كيف؟ طالما انه انا بقيت امشي لهم زي طالب الصدقة واطلع بالفتاة اولاد الذين ما عندهم اخلاق دردقوا فوق خيرية نداء ان شاء الله لا تنفعهم لا ترجعهم ولا تنفعهم ليوم القيامة اذا كان انا وتحلال من نومي لا اقول هون عليك يا حاج احنا باقي لك حنعيش قدر اللي عشناه هدى تاني بس ما تغلط وتقع في الوقعه الثانيه خلي كل شيء تحت يدك لا من سيد الوداع يشيل وداعته خليه يفهمه بها زي ما داري وين كان اصابع اليد ما واحده لكن عليك ولك الزول يعني ما ما ما, ما يستعجل ويستفيد من قصه غيره قبل ما تطلب كان تسال نفسك من وين من ما جيت هنا وانا بردد في الاسطوانة المشروخة دي تاني حاعيده تحرف لك بشنو عشان تصدق وعزة الله في ملكه يا معز انا طلعت من هناك بشنطة هدومي ايد ورا وايد قدام مصدقك شفت الموت شوف العين وكان عندي قدامي واحد من خيارين يا اغامر بحياتي واشيل الممكن ويا أضارب على حياتي واتخارج ولو كنت بضمن نتيجة المغامرة كان غامرتها وما عشاني أنا عشانكم انتم مصدقك يا معز يا أخي ما تقلب علينا المواجه أنا الفيني مكفيني شقوا عمري كله راح في لحظة واحدة ما قصدي يا أبوي الأمور هناك جاطت وصعدت بشكل خرافي وسريع وما كان عندي حل غير كده أنا آسف يا أبوي بس مرات احتياجات الشباب بتخلينا في حالة اندفاع بس يا أبوي جديد المفروض يساعدك حواشة واحدة ممكن توقفك على حيلك قبل جدك يساعدني ساعدني انت أنا؟ كيف؟ قلل طلباتك دي وشوف لك شغلة تنفعك وقبل ده كله أنسى إنك معز ود مصطفى الكان مختلف والله بقى يغلبني يا صلاح عارف أقل حركة بقت تتور علي النفس لكن قول قدرت نمشي وين والله على قولك نمشي وين وزول يا أخي عليك الله صلاة الجمعة ما قدر يصليها في المسجد فايدة مشي وشنو ترى يا زول الله يقبل صلاتنا ويقبل صلاتك بسم الله ما تقعد مالك والله ماشي للولد الكبير اجمع له منه قريشات الليله لعبوا راس ما تقعد تفطر كن داير الليله وينن لا خليها مره ثانيه ودعتك الله قبل لا ودعت الله Oh.
على وين؟ ماشي ازور واحد صاحبي كان معي في الجامعة عيان شوية. فطرت؟ هاي اكلت لي سندوتش. بدك فطر؟ لا قصدي لقيته نايم. يا اخي اصله ما عليك تكل، ما كان تصحيوه، اختك مشت الجامعة وانا برا البيت، يعني حياكله منه. معقولة يا أبوي؟ أنا بس طلعت مشوار كده والبيت أميرة مشت الجامعة والواد معيز قاعد جاني قاعد نايم. كذاب أنا من صحية الصباح تاني ما نمت. الواد هدو قرصة ما عاجبني، أنا غير أميرة في البيت ده ما عندي وجه. ما مشهود عليك يا حبيبتك. ومصر قصر يلا بسم الله. ولا يهمك يا بكره جدك ده حيتكل وانت تخم الخم ده كله براك يا ها؟ ما عندك حل غير كده. لكن عليك الله بعدين شنو؟ ما تنسانا من صالح الدعوات يا الله. انا خايف اتكل قبال وعمك ده. عليك الله. انت زول تقتله وبتحبك جد حتنتظرك. المحيرين انه قافل التلفون عليك يا اخي. الزولة دي بيكون عندها رقم تاني. أصلاً النوع المغندل ده بيكون عنده أكتر من رقم، شرائح كثيرة. ليه لكن؟ ما بتكون دايرة تلعب بيك يا ها؟ بعدين قصة إنه في زول تقدم ليها وما تعرف دي بتكون كلام ساكت وهم منا. لا تحرك معك الليبي يا بشر. قول لا شيء ما بتعمل كده. أنا بعرفه شيء ما بتعمل كده. يا سلام يا زول البنات دي كلهم واحد يا اخي. بعدين انسانا من القصه دي يا اخي، خلينا ننبسط يا كيف حال الناس الحلوين؟ جيتا المبروكه. ان شاء الله نكون اكلنا وجباتنا في مواعيده. والله الفطور داخل عشان كده ما اتغديت. ابوي ما كان موجود ولا شنو؟ ابوك ساكن رهاب ورا السفارات، الله يكون في عونه. ومعز طبعا ما عليه تكل. والله معز ما عجبني ابدا، ما عجبني. انا خايف عليه يضيع. معز لا بيقبل كلام لا راي، على كيفه. هسي بدل الطرطش البيمل في هذه ما كان يشوف له يا اخي شغله يساعد رقبته ويساعد ابوه المسكين ده يا اخي. هو قال ما بيشتغل الا في تخصصه. تخصصه شنو قدر تخصصه؟ والله يا جدي هو قال لقى في تخصصه بكون احسن، لانه الاقتصاد حاجه ما هينه، لكن كان يتمسك باي شغل لحد ما يلقى في مجاله. لا ما بيشتغل. أبو طالب اسمه حلو ما بيشتغل. والله 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 لو ودى البنك المركزي ما يشتغل. وتجابرين علي كده شنو؟ ما عارف، ما قالوا كل البنات بيعملوا كده. ليه يا سيدي؟ أنا ما من الصنف ده، أنا واضحة زي الشمس. وبعدين منتصر ده شخصية حقيقية، لو عاوز ممكن أعرفك عليهم. يعني أنا ما حقيقي؟
لا يعرفني ولا عرفه. بعدين ده ما عذر يخليك تكفيل التلفون. هو زهقك، انا ذنبي شنو؟ المشكله انه هو ما لي ايده من ناس البيت، وخصوصا ماما. عشان كده انا ما لقيت حل غير اني اكلم بابا عنك. كلمتيه؟ طبعا. قلت له شنو؟ قلت له انك انسان محترم وان وضعك ممتاز وانا مقتنعه بيك وكده. يا سلام. وهو رايي شنو؟ طبعا بابا عايز يشوفك، بس منتظر انك تحدد الوقت. يعني طبعا اكيد ما هسي. ليه؟ يعني عندنا فرع جديد في بورسودان، لازم فيه مشاكل لازم احلوها. بجد انا محتاره معاك. دي يا دوب بقت الجمعه الجامعه والكلمه السامعه زمن من لما زي دي. والله يا ابوي ما بين مرارنا، المدارس فتحت ونفيسه مشغوله بتحضر. عشان كده يا جدو انا وامي غررنا بعد ما فقد خاله طبعا انه السوق تغير معانا هوا وبتجي. اولا الموافقه تاخذيها من بنت اميره. ثانيا هذا الوقت ما 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 مناسب. ليه قدام؟ لو ربنا مد في الايام يعني بجيكم. وهسه ماله؟ ولا ما عندنا فيك حق يا ابوي؟ انت مع المدرسه وبنتك مع مع الجامعه. اها اقعد اصغر الحيط هنا مره بيجيني صلاح يفرق علي شويه. والاهم من ده جدي ده ركن كامل في البيت ده، لو اتحرك البيت بيتهدى. اها بعد كلام المبروكه دي تهتاني في قول. وانت عامل كيف يا ميس؟ لسه ما لقيت شغل؟ لسه والله يا عم، لكن ساعة إن شاء الله. شوف داير أقول لك كلام يا ميس، أي شغلانية تلقاها تشتغل طوال، أصلك ما تتوقف. الزمن يا ولدي داير كده. كلميه يا عمتي عليك الله. نفيسة تعالى عايزاكي. منيرة يا أخي طولنا من التقلية بتاعتك، ما قمت عملية علينا، ما تكلينا على البنات والمطبخ جاهز. بعمل لك التقلية يا مصطفى، لكن المجتهد تقلية منيرة بيجيها في بيتها. انت عارف انا كل عيني ما بتغلى عليك، لكن برضه انت عارف الظروف اللي انا فيها ما خافي عليك. الله يكون في العون يا ودومي، ده لوم عشم ساكت. وقبلنا لومك يا ستي، لكن برضه قومي الحقيني بتقاليدك العجيبة والشعرية اللذيذة دي. شفت بس انت طوالي بس كده ده داير تطير لي اللوم حقي. لكن انت مع اخويا اخوي ودومي وابوي، ما التقلية دي وما الشعيرية دي والله يعملوا لك من عيوني دي الكلدة. ايوه تسلم عيوني. أما تسميها نعتتها بالمتطرفة دون أن تسميها وتقف وراء هذه الأحداث، وهذا يندرج في إطار التجارب الحاصل. دايرك تصدق يا معز مش؟ اوكي. تمانية مكرات من شجن؟ انسانة ما سلعة. ليه يا هبلة؟ انا قصدت لما حلو بالموضوع اللي حكيت لي بيه. ليه الليلة وليه بكرة؟ افضل من معز ما دايرة. لكن طبعا لما حلو دي حارة. هي
انا كان عارفاك بتمسكيها لي زله ما كان صارحتك. زله؟ زله؟ انت الكلام الكبير ده بتجيبيه من وين؟ زله على بنت عمتي حبيبتي. انا والله اليوم اللي تتلموا فوق انت ومعز ده هيكون اسعد يوم في حياتي. كل شيء بأوانه كده. خلينا نخلص الماجستير وعز يلقى له شغل ويجهز. كان بدا اي مبادره انا بتمها. انا والله لو ما خايفه معز يقفلني كان فتحت معه الموضوع ده. لا 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 اوعك حتخسريني للابد. يا جماعه كاظم تعرف اول مره اكتشف انه نقرتك طويله. يا زول يا زول ما تركز في حته واحده عشان شنو ما تجن. حاسس روحي طاير في الهواء. طيب ما من زمان نحن بنقول لك تعال معانا يا اخي عيش معانا الاجواء الجميله دي. عمل الفعل والدغري وعديل. الو ايوه 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 بالراحه عشان اعرف الحاصل شنو. بالراحه ها جدي معلومات في المستشفى في العنايه المكثفه. ده خبر جميل والله. اقصد انه خبر جميل انه ما مات. بالراحه علي هجمتيني لكن طيب. يس اسمع تتقل لسه لكن على وشك. على وشك على وشك بدام البتاعه دي بتجيب الاخبار الجميله اللي في بالينا واحده بشنو بكرب. اوي اوي انت البتاعه دي تكتر منها تكتر منها تكتر منها كده ده بتسحلب بتفوت بتقوم بيها ولا دوي تقوم بينا العربية تودينا الإنسان العربية 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 تقوم بينا الرب تلعب بينا الرب تقوم بينا الرب تلعب بينا الرب تقوم بينا الرب تقوم بينا يعني خلينا هما كده. الحمد لله. حق منيرة بعديتي تطلع وتمشوا. سوقي معاك الشباب ديل. أمير أمشي معاه عشان الصيد أنا أوري في جيمتين. ما في مشكلة، أنا بمشي معاهم بس يغشوني البيت. يا بنتي ما تحكي بيتي معانا، الحالة واحدة. هنا وهنا كل واحد. كل واحد يا عمتي، بس خلوني براحتي. خلاص، أوكي. خلاها براحتها. بس قفل البيت كويس. تفضلوا. راقد في المستشفى ده كأنه ما جدك. معليش بس حسيت بإرهاق وقلت أنوم. وجدي أخباره شنو؟ والله لو هماك أخباره كان جيت شفته هناك في المستشفى. يلا الصباح رباح يتخرج خلينا نتم نومتنا كده. يا حاج تجاجها الناس جاجها دي وفي النهايه تطلع المساله هاي. يا اخي ما قاعد تشرب لك عطرون ولا جردقه ولا تشرب لك مصيبه الزمان. مالك على التلتل ها؟ الحمد لله على 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 كل حال. والله يا حاج انت محظوظ. قلت لك ناس كف خطفوك وجابوك المستشفى هنا. البقر عليك دي كان بقر علينا عليك امان الله اكان مت الفطيس. الحافظ الله وتحمد الله ما عندك عوده نصيح والعافيه. العافيه وقتين وقتين تتلاقي حاول ما في. نحمد الله الحمد لله. اها وقالوا خرجوكم 200. والله منتظرين مرور الدكتور لكن غالبا يخرجونا اليوم ان شاء الله. ربنا يكتب السلام. الله كتر خيرك يا حاج لكن ما كان في داعي تدعي بروحك وتجي. يا مصطفى يا ولدي
حاجات كان ما جيتوا في لحظات زي دي اجيهم تاني يعني عشان يفوقوا الفاتحه؟ ان شاء الله حاجات عمره طويل. الو جدك؟ جدك مالو؟ وهسه صحته كيف؟ خرجوه؟ الحمد لله على السلامة. هاي معز معاك معز أنا آسفة، ما عايز أنكد عليك زيادة، لكن صراحة الموضوع اتطور بشكل خطير. منتصر وأهله جايين يتغدوا معانا الليلة، أنا عرفت الكلام بين ماما هسي. مالو معز ما بيجي يشوف يا مصطفى الخست عنده قدر ده. ما تشغل نفسك بيه يا ابوي، ده واد صايع وضايع ساي، جيته من عدم واحد. شوف نهاية دلعك وبطرك شنو. الله اسد الموضوع انه تطور نفسك وخليك جاري زي الدبيبه المقطوع ضنبه، ودي حاجه سهله يا اخي. يمشي يتغدوا معاهم، يرحلوا يسكنوا عندهم، المهم هي موقفها شنو من الاسم المنتصر ده؟ لا من الحته دي انا واثق. طيب المشكله شنو يا بشر؟ رايك شنو لو نسجل لهم زياره مفاجاه؟ طيب يعني ولو ابوها طلب منك انك تجيب الاسره وتعمل خطوبه، ها؟ حتقول لي شنو عن وضعك المطين ده؟ انت بدل ما تساعدني تقفلها في وشيك؟ الحل واحد، ما في طريقة غير انك تصارح شجن بوضعك الزفت ده. مستحيل طبعا. وانت حتى قلت تكذب عليها كده لحد متين يعني؟ لحد ما الكذبة تبقى حقيقة. وده ممكن يعني؟ ممكن، لكن في حالة واحدة بس، انه جدي ده يموت. بسيطة، شوف لك زول شنو؟ يريحك منه. لا 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 مستحيل طبعا، لا حول ولا قوة الا بالله. تصلت فكرة صعبة. خلاص. يبقى ما في حل غير احنا نكبس الدماغ ده ونخليها للزمن. وهو كذلك. ايوه يا الله. ايش الكلام يا دولي؟ في حاجة يا أميرة؟ لا لا. شكلك كده عندك كلام دايرة تقوليه وما قادرة. خدلانة كده. تدبر حق الجير والمعزول وال بصراحة كده يا أبوي أنا ما داير أنكد عليك، لكن مؤلمني عدم اهتمامك بالمعز، سهل كأنه ما ولدك. يعني يا أميرة أنت متخيلة حاله ده عاجبني؟ والله بالعكس أنا مهموم بيه ليل ونهار، لكن أسوي شنو؟ معز ما بيسمع الكلام، أدقه يعني؟ أدق لي راجل قدري؟ الطريقة دي يا أبوي معز حينحرف أكتر من كده؟ والحل شنو؟ نخليه يضيع يعني؟ الحل عنده هو، يبطل مباراة الصيع والصعاليق ديل ويجيب لي شغلة تنفعه. الشاي لعقلك يتهنى بيه. اوه بنتنا، انت عندنا من 200؟ واسأل عنك المناسبة شنو؟ من غير مناسبة، ولا ناسي اني بدعمتك. معليش توتر شوية، عندي واحد زميلي جاته جلطة وتعبان شديد. مرة اتذكر انه عندك اهل واجبك تزوره. الظروف ما سمحت بالزيارة، لكن اول ما تسمح بجيبهم. متى ما سمحت ظروفك ابقى زوره. حبابك الف. اتفضلي. هذا ودي الشاي ده بس لخالي واجل. العمة كيف بالله؟ كويسة والله الحمد لله. حالك اصلا ما عاجبني اليومين دي، امشي واجي. وهو كذلك.
سنة 41 قال لك سنة 41 بنت اللبيب عبد الله نمت الله يبختك. هسي وصحته كيف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت طالع ولا شنو؟ عندي واحد صاحبي عمل حادث محتاج لنقل دم هسي. والله يا أسامة ما يستاهل الكلام ده كله. عن إذنك أحصله. تفضل. والله يعني عرفت من بيت عمك؟ يعني نظام جايين انا في الحوادث ولا تهديني دمه؟ ها؟ اسوي شنو؟ قال شنو؟ قال؟ قال شنو؟ انا اسوي شنو؟ والله الولد ده مالك؟ يعني حلق ما عاجبني يا زول؟ والله قال لي يعني انا هسي اقعد ليل الحلاق عشان تحلقني وما حد يراطي؟ لا تحلق ليل لكن شوف انا معاك لحد قصه الحوادث دي ما تقوم وكمان تلقى في راسك تقتلنا ها؟ يا زول انا هسي لو بقتل ما كان قتلت جدي؟ والله جدك ده داير قتل جدك ده وش وش موت ده ما اعرف ما درس خارج من شنو لا ده شنو ده؟ يا زول يا زول دي جديد يا زول في جديد نوع جديد يلا خلينا نجرب يمكن ننسى ننسى ايوه ننسى 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 حصل ننسى التربية يا مصطفى يا أخوي ما هو كازرة الواحد مننا لازم يكون عنده عدة أساليب ما يسلوب واحد والعبرة في اختيار المناسب في اللحظة المناسبة للموقف المعين اتمنى من الله أنت تكون اخترت الصح لا يا منيرة في موقف زي ده ما في أنجع من أنك تخلي المعز يواجه واقعه ده واقع فرضته ظروف العودة واقع مغاير تماما للوضع اللي كان زمان ولازم المعز يواجهه ده لو هو عنده استعداد للمواجهة لأنه ردة الفعل حتكون أعنف والنتيجة حتكون أفظع لو اختار الهروب في دي كلامك صح لكن معز اللي بعرفه أنا ما أظن يختار الهروب ما في حاجة اسمها ما أصل قبل اختيارك كان مفروض تدرس الله يا منيرة أنا بديت أقلق وأخاف لا يمكن تتغير كل شيء عندك بين بسيط شوف لك زوج شنو ريحك ريحك والفلاني والفرن والفور وفيه عاش أول من خلق الله
يعني هسه ده الموضوع القالب كيانك وخليك مجا في الناس والديار؟ لاني عارف البير وغطاه. باهي ما دام عارف يبقى محلوله. محلوله كيف يعني؟ تبطل الهوس اللي في راسك ده وتنسى البيت دي خالص، او اذا دار تنتظرك تنتظرك. لمتين يعني؟ الله اعلم. في حل تاني اسرع واسهل. قول. كلم جدي يبيع له حواشه ولا حواشتين، ولا يحدد لك نصيبك ويدي عمتي نصيبها. وانت بعد ذاك تطالبني بنصيبك وتعرس بيه، صح؟ صح. اسمع يا معز، للمرة الثانية بقول لك تشيل الكلام الفارغ من راسك ده. أنا لا يمكن أطلب من أبوي حاجة زي دي. خلاص خلوني في حالي وما في زول يسألني. جدا. يلا واعلم في خيلك أركبه. خيلك ولا ما خيلك؟ غصبا عني والله. حيلة العاجز. انت عارف انت واختك ياكم رصيدي في الدنيا. اكون الباقي اللي من ريحة المرحومة امكم الله يرحمها. أنا تعبت وشقيت عشان ما أحويكم لزول، أحقق لكم كل حاجة، لكن اللي حصل ما عندي فيه يد، لا شقيت فيه صوت، لا رفعت فيه حجر، لا طلعت فيه مظاهرة. تغيرت الأحوال بين لحظة والثانية. سبحان الله غير الأحوال. شيئاً شيئاً ليه شيئاً حكمت على أم بالعطف بالإعدام؟ كنت بتغشيني وش؟ أظهري أظهري وقول لك كنت بهزر. أظهري لكن هزار بايخ. طب إيه رأيك إنه أنا لا عندي شركات ولي حاجة وأبوي حيرجع؟ أيوة أبوي حيرجع وحالقى شيء تاني. انت قال روحك شنو؟ ولا أي حاجة. انت
الزول ده ماخذ جرعه عاليه من المخدرات، ربنا يستر. قالوا في المثل أقوال لك يقال لك. شبتان فيني يا أبوي؟ حاشا، أعوذ بالله من الشماتة. جميل، وقت قلنا لك تعصب من الغربة خايفين من جنس ده. وانا قصرت معاهم في شنو؟ عيشتهم احسن عيشه. عيشه؟ ايه العيشه؟ اكل وشراب وبيج هدوم. وين التربيه؟ الطبع قبل الشبع. الوقت اللي كانوا محتاجين فيه للركاز يجيب قدامهم ما لقوك. زول القروش بتجري في يده يمين وشمال، وأولاد الحرام كتار مرق مع منو ومشى وين؟ انت باك عارف راجب انه شنو زي ده. وبعد ده جيت مولاي كما خلقتك ابوي عليك. الله خليني بحالي، انا فين انت فيني؟ الحقيقة صلة مرة. جيت قلت افضفض شوية وانسى، لقيتك انت زادك بتحملني نفس الذنوب، كل الذنوب. خلاص بعد يخرجوكم سوقوا انزلوا البلد، بيعوا الحواشة في ساقية التسعة، أعدلوا حالكم. بنت أختك نصيبة، الله يصلح حالنا وحالكم. Oh.
تروح